السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ المهم البنات، نهار الاول في رمضان غادي ندير واحد شويه البليغات. المهم غادي وهنايا عندي هنا اراد ديما مشاركه معكم اللي غادي ندير فيها بزاف. يعني هاد العجينه هادي غندير بها بزاف ديال، يعني ندير بها لي شوسون، ندير بها بيتزا صغار، ندير بها يعني هذوك هادو الكومير صغير هو اللي غادي ندير به، وخليته هنا يضاعف الحجم ديالو. درت معلقه سنيده ومعلقه ديال الخميره الفوريه ومعلقه ديال الطحين. صافي هادشي اللي درت فيهم، المهم غادي نبداو ان شاء الله. هنايا درت بغا ندير هاد البليغات هادو، كان درت بوشنيخه صراحه، غادي نشارك معكم وقلت غنزيد حتى هاد البليغات هادو نديرهم بصراحه، تشهيتهم وقلت غنشاركها معكم حتى هي. المهم ما درتش فيها بزاف، درت زنجلان ودرت شويه القرفه واحد معلقه، ودرت فيها معقد النافع والطحين ونص خماره، نص خماره. صافي هادشي اللي درت وجمعته بالمظهر والمعادي. صافي ودابا غادي نطلقها بحال هكا، وواحد قرصه الملح، قريصة الملح، هكا حاولوا تعطيو هذاك الاخر يكون متساوي باش تجيكم البليغه ديالكم زوينه. المهم البنات اليوم غنشارك معكم شحال من حاجه. المهم نهار الاول في رمضان صراحه فقنا مع تسعود، يعني ما كان بقاش انا ناعسة صراحة صراحة، وكان حس كاع ب يعني بالعطاش ولا يعني عادي جدا. صافي وغادي نصاوبها، يعني تكون رقيقة ما غليظة بحال هكا. حاولوا نعطيو هذاك الحجم ديالها متساوي. هكا وغادي نشد هاد الجرارة. انا هاد الجرارة عندي عوجة، كتمشي عوج، ونبقى نقطع بحال هكا. وهادو لي كيبقاو بالجوانب نديرهم شي مويكا باش مي نحيد هاد الزوائد اللي هنا. ودابا غادي نقطع هادي هي اللولة صغيرة، هما تبناتها بحال هكا. غتشدو ديرو يديكم هنا بحال هكا ودورو على صباعكم وتبركو عليها بحال هكا بحال هكا، كتجي بحال هاد الشكل هذا. المهم غادي نحطها انايا هنا، ندير معاكم وحدة اخرى، نحطو يدينا هنا في الوسط، نديرو ليها بحال هكا بحال شكل بليغة، وبركو عليها مزيان باش ما تحلش ليكم ولا نديرو هاد الزيت. هانتوما حط يدي في الوسط ونهز هذا ونبرك عليها بحال هكا. صافي بحال هاد الشكل هذا دغيا كتوجد. المهم غنكمل انايا ونتلاقاو ان شاء الله.
المهم البنات، انا من بعد ما ساليت معكم البليغات غندوزو ان شاء الله، غادي نطحنو نديرو الحريره، نبداو دابا ان شاء الله الحريره. عندي تما في المولينكس درت مطيشه، واحد 3 مطيشات وبصيله واحده وربيع وشويه ديال معدنوس وهذاك الكرافس اللي تيكون، يعني هذاك اللي تيكون احمر صراحه تيكون زوين، يعني بلدي تكون الغرس ديالو يعني الاحمر. وصافي غادي نطحنهم كاملين، درت شويه ديال الماء فيه باش ما يخسرش لينا المولينكس ولا. المهم غادي نطحنو مزيان انايا في المولينكس بحال هكا، نحطو نطحنو وصافي. هذا ما كان البنات، غادي نطحنو ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات انايا صافي طحنت ودرت الحمص، ويعني اي واحد راه غادي يعرف الاخر كيفاش يدير الطريقه ديالو الحريره. المهم طريقتي انايا صراحه كتجي هائله، كتجي زوينه بزاف. راه المنظر تيعطيكم، غادي يعطيكم العربون. المهم راه كتجي زوينه زوينه، وخصوصا دابا فاش حطيناها وكلينا يعني دقناها صراحه جات غزاله البنات، زوينه بزاف. المره الجايه ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالي اللي كتكون سهله 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 سهله، وكتغي كطيب يعني دغيا كتوجد. المهم صافي هذا ما كان البنات، صراحه جات زوينه. المهم دابا غادي نمروا ان شاء الله نديروا لي شوسون ولا نديرو يعني ماشي كرواس، بحال شكل كوميرات بهذيك العجينه نيت اللي كندير معكم ديما. درت بها بحال هاد الكروا، يعني ماشي كرواس، هاد اش سميتهم كاع الخبيزات ولا كل واحد شنو تيقول لهم، كاين اللي كيقول لهم خبيزات ولا كوميرات. المهم كوميرات صغار وصافي وصافي البنات. غادي نحطهم انايا، غادي نقطعهم بحال هكا غير شويه عشوائي بحال هكا، ونفلحهم شويه وغادي ندهنهم بصفار بيض وصافي، غير صفار بيض بوحدو وندخلها الفران. نتوما تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه، ولكن صراحه اول نهار صراحه انا ما جاني لا جوع لا حتى شي حاجه، يعني الحمد لله والشكر لله، يعني انا حسيت بي عادي عادي. ونتمنى من الله المغفره ويغفر لنا الذنوب ديالنا يا ربي. المهم انتم دابا غادي نحطهم نديرهم في الفران، ندهنهم بعدا نديرهم في الفران. بغيتو ديروا عليهم البنات نتوما داك مشات لي سميتو، المهم بغيتو دردرو عليهم زنجلان من الفوق، دردرو عليهم زنجلان. المهم البنات صافي انا ساليت المائده ديال الفطور كما كتلاحظوا معايا، صراحه جات غزاله زوينه. وحنايا نتوما عارفين حنا غير قلال، يعني صافي درت هذوك الكاميرات تاع كي جاوا جاوا زوينين، ودرت لي شونسون تا هما، درت بهم هذه عجينه وحده، يعني عجينه وحده درت بها هادو كاملين درت بهم. والبليغات هما جاو تاهما زوينين، انا يعني عادي المائده عاديه والحمد لله على هاد النعمه، والحمد لله يا رب العالمين. ودرت عصير تا هو وصافي. هذا ما كانوا التميرات، ضروري تميرات. هذا ما كان البنات، نتمنى ان شاء الله يغفر لنا الذنوب ديالنا ويبعد علينا هاد الوباء وهاد البلاء يا رب الحبيب. المهم هذه هي الحريره ديالنا، ان شاء الله دابا غادي نتناو المغرب يدن وغادي نجلسوا ان شاء الله نديروا الدعاء ديالنا وصافي. هذا ما كان البنات، نتمنى تعجبكم المائده ديال الفطور، اول فطور اول مائده ديال رمضان ديالنا، نتمنى تعجبكم. ما تنساوناش البنات بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، والدعوات ديالكم صراحه هي اولى من هذا الشيء كله. صافي البنات، ودرت معكم حتى هذا البيض هذا اللي كيكون دائري، ان شاء الله غادي نشارك معكم المره الجايه ان شاء الله. صافي البنات، وصلنا للنهايه ديال الفيديو.
نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديال المتنوعه مع ام عمران ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.